احنا معانا ام جان. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا بيك يا حبيبتي. كل عام وحضرتك طيبه. وانت طيبه. ممكن اقول للشيخ حاجه؟ اتفضلي يا ام جان، اتفضلي. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله بخير والله. لو سمحت يا شيخ، انا متجوزه، بيحلف كتير قوي كده، يعني ممكن يقول لي عليا الطلاق بالثلاثه بالمحرمات، مثلا ما يجيبش حاجه من عند اهلك مثلا كاكل كشرب واجيب وياكل ويشرب عادي ويعطي الحزام. كذا مره يقول لي عليا الطلاق بالثلاثه، انت محرمه عليا زي امي واختي، برضه يعطي الحزام. يعني هو بيقول لك كده؟ بيقول لك انت محرمه عليا زي امي واختي؟ بيحلف على طول وبيوقع حلفانه. لا انا بكلم الكلمه دي، اللفظه دي، انت محرمه عليا زي امي واختي، بيقولها كده وانت بتسمعي اللفظه دي منه؟ مجانا ده في وشي يا شيخ احمد كده، يقول لي في وشي كده عليا الطلاق، ما تجيب حاجه من عند مامت. ماشي. طب واجيبها وياكلها ويشربها، يقول لي عليا الطلاق دي الثلاثه من سراحة عند اهلك، وتاني يوم اروح في وشي كده. لدرجه يا شيخ احمد، يعني انا حرام عليا ولا حلال؟ لان انا يا شيخ بكرهه، يعني انا قاعده معاه تحت السقف واحد وبكرهه، عمري ما حبيت يا شيخ من ساعه ما بدا يحلف، يحلف والله العظيم كده، اقول له ما تحلفش. كل حلفاناته كذبه مش بس الطلاق يعني. يعني اقول له، ده كلمه والله دي بتهز فيها العرش، ما تحلفش كده، يحلف بالطلاق كذبه، اقول له عشتنا كده محرمه، يعني اقول له مش عارف برضه، لا مش هحلف تاني، ويحلف يا شيخ. ايوه بس يا مجانا، يعني امك كل مجانا سامعاني؟ مجانا انت سامعاني؟ بقول له ده ابنك بيحلف كذب على طول. ايوه معاك يا شيخ. طيب. ابنك بقى زيه؟ ايه؟ بتقولي لمين ابنك؟ بتقولي لمامته ولا لمين؟ بقول حماية. لحماية. حماية بقول له ابنك بيحلف دايما كده، يقول لي ما انا عارف ان ابني كذاب. لدرجة يا شيخ اخر حاجة قلت له امبارح، انا بريئة انا وبنتي من حلفان انت كلكيت دي. ايه؟ ماشي. حتى يا شيخ بتقول انا بريئة انا وبنتي من حلفاناتك، مش عارف يعني. ماشي حبيبة قلبي، انت سؤالك ايه بقى؟ أنا سؤالي يا شيخ، هو دلوقتي يعني حياتنا محرمة مع بعضينا، أقول له مثلا روح اعمل كفارة أو روح اسأل شيخ أزهر، يقول لي ما أروحش والكلام ده. يا شيخ دلوقتي يعني أنا لما أنا كرهاه وكره الحياة معاه، وأنا بس أسألك سؤال يا أم جنى، أنت سمعتيه وهو بيقول لك، أم جنى سمعتيه وهو بيقول لك أنت محرمة عليا زي أمي وأختي باللفظ ده كده؟ يا شيخ سمعته كذا، يعني قالها بدل مره ثلاثه في وشي يا شيخ كده. ما بيطلعش كفاره صح؟ لو وطينا التلفزيون هنستريح كلنا والله. كفاره كذا مره انا يا شيخ كنت اروح كده للشيخ واقول له كذا كذا، كان يقول لي مثلا حط كذا في المسجد. كنت هو اللي بتطلع. انت بتطلع ايه؟ بس لحد بتطلع ده كل يوميا يا استاذه دعاء، يوميا كده. لا حول ولا قوه. عارفه يا استاذه دعاء، بحس ان مفيش بركه في العيشه، مفيش بركه. هتيجي منين البركه اصلا؟ طبعا. هو بيصلي؟ يعرف يعني بيصلي كده وبيسجد وبتاع، ولا ما يعرفش الصلاه؟ يعني ممكن احمد الدوري ياذن يصلي في دخله العصر، ممكن العصر ياذن يصلي العصر في دخله المغرب. يعني عارف ان في رب اهوت، وعارف ان في صلبه يعني، هو عارف ان في ربنا وانا بصلي له يعني. حياته مقرفه يا شيخ احمد. ما هو طبعا الحياه اصلا انت يعني مش هتلاقي فيها صلاح اصلا، يعني هتلاقوا الصلاح منين؟ يعني من امتى؟ وهو لذلك سبحان الله انا دايما اقول للناس كده، اقول لك يا اخي، انا قلت له كذا مره حياتنا مش هيبقى فيها حاجه كويسه ولا فيها بركه، ولا هتشوفوا البركه في حياتكم بالطريقه دي. حسنات الكذب دي، وقلت الكفاره كده، بقول اتفرج شوف الشيخ احمد بيقول ايه، يقول لي يا ست مركزي على بيتي، ست انا قدام ما حدش له دعوه بيا. لا اوعى تقول الشيخ احمد وهو يقول لك ما بسمعش الكلام ده الا انا لا مش عارف. اوعى ايه؟ ايوه تقولي له الشيخ احمد بيقول، هو يقول لك ماليش علاقه بالشيخ احمد، الشيخ احمد انا ازعل كده ادعى عليه. يا شيخ احمد حضرتك كنت واحد بيكلمك وبيقول لك يا شيخ انا حلفت كده اعمل ايه؟ وانت قلت له مثلا نعمل كذا كذا، بقول له ما تعمل زي ما الشيخ بيقول لي، يقول لي ست انا كذاب يا ست انا وانا. جه برضه واحده يوم الجمعه اللي فاتت والله المهم ما يتكلمش فيها، انا ما يقولش عليا حاجه، انا اهم حاجه انا على صلاه النهار، وبتقول لي يا شيخ جوزي بيقول لي انت محرمه عليا زي ام وابويا، انت عارف الشيخ عمل ايه؟ قال يا خرابي الا الكلمه دي، ده الكلمه دي مصيبه. اقول له اسمع، يحط الكلمه من دماغه ويطلعها من الناحيه الثانيه. حاضر انا هقول لك. ماشي يا حبيبه قلبي، ربنا معاكي. اسمعي طبعا، يعني دي حياه ليست فيها بركه،
والحياه اللي بتبنى على الايمان والكلام اللي هو طبعا احنا بنقول اولا لفظه لازم ننتبه، العلماء بيفرقوا بين حاجتين، كثره الحلفان بالطلاق، هو الناس بقى علي الطلاق انا شاريها، بس علي الطلاق انا يقول لك لا يفعله الا الفساق، فخد ختم كده ده اسمه ايه؟ ده فاسق. طيب انت محرمه زي ده بيسموه عندنا ايه كده في الشريعه؟ اسمه ظهار. طب كويس، طب والظهار يا مولانا ده ايه؟ فالشرع يقول لك القران بقى سوره المجادله يقول لك ايه؟ ده منكر من القول وزور. يعني مين اللي وصف الكلمه دي؟ هو القران. القران، ولذلك اللي بيقول الكلام ده تبقى مصيبه. طب انا قلت الكلمه دي وما كفرتش، ما ينفعش يا حاجه تقربي منه خالص، ولذلك الكفاره من قبل ان يتماس. طب يعني هو ما طلعش كفاره، انا ما قرب، ده زوجي وحبيبي لا ما فيش الكلام ده، ولا تقربي منه ولا تسمحي ان هو يكفر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بقى بيقول عليا الطلاق، او اللي انت طالق دي تحتاج برضو اللي احنا نسمعه في الحته دي، بس ادام سمعتي ومتاكده بقولك انت محرمه عليا زي امك ما تقربيش منه. الحاجة التانية اللي انت قلتيها، هو انا بكرهه وحرام عليا اللي انا اكرهه؟ اصل ده ما يتحبش يعني، اللي زي ده تتحب فيه ايه؟ اللي زي ده يتكره يعني، ليه بقى؟ ان انا عندي حديث من احب في الله وابغض في الله واعطى لله ومنع لله، فانا بكرهه لله. انا هحب في ايه ده؟ ده راجل فاسق بكلام العلماء، وبيقول كلام منكر من القول والزور، وراجل عنده لا يعتبر لك سيبك من الكلام ده، ولا عاوز يكفر ولا يطيع رب العالمين في هذه القضية. طب اللي زي ده يتحب في ايه؟ فانا هكرهه لله، لله، وبالتالي ده حقك ومحدش يقدر، بس ما تقربيش منه. يقول لك لا انا سألت وعملت، قولي له انا اسمع ونشوف الكفارة انت هتعمل ايه. خلاص، ده الكفارة صعبة جدا، اللي هو احنا عندنا على التخير عند المالكية، يا اما لكن يروح يطعم 60 مسكين، 60 مسكين، يشوف بقى المسكين ب50 جنيه، خليه يتخرب بيته، او يصوم بقى، يصوم شهرين متتابعين، ما فيش بينهم يوم فاصل، ما فيش، يقول لك نريح النهارده، نقول له ريح وتعالى عيب بقى ايه من اول وجديد، صفر العداد.